كونوا بخير. بصوا يا ولاد، النهاردة هنشرح درس شرم الشيخ مدينة السلام. يبقى الدرس اسمه ايه؟ شرم الشيخ مدينة السلام. الدرس ده مكون من 5 افكار، لازم وانت داخل الدرس وتكون عارف الـ5 افكار دول. اول فكرة، بكار يريد ان يزور ارض الفيروز. تاني فكرة، اهم معالم واثار ارض الفيروز. 3، شرم الشيخ مدينة السلام. 4، شواطئ شرم الشيخ ومحميتها. 5، توافد السائحين على مدينة شرم الشيخ. طب ليه يا ميس عمالة تقولي أرض الفيروز أرض الفيروز؟ انت قايله لي في العنوان مدينة السلام، أصل هم لقبوها بأرض الفيروز، وهنقول ليه ويعني ايه أرض الفيروز في أثناء الدرس. ركزوا معايا. أول فكرة بعنوان بكار يريد أن يزور أرض الفيروز. بكار طار على بساط الريح وكان عايز نفسه يزور أرض الفيروز اللي هي شرم الشيخ. لازم نكون عارفين صحي إمتى، استيقظ بكار إمتى، وقال إيه لبساط الريح اللي شايله. أول حاجة، متى استيقظ بكار؟ هنقول مبكرا، يعني بدري قبل أن تشرق الشمس. طيب ماذا قال لبساط الريح؟ هو كلم بساط الريح، فاكره إنسان، فبيقول له أيها الصديق العزيز، أريد أن أزور أرض الفيروز، يعني أنا عايز أروح أرض الفيروز، فطيرني وديني للمكان ده اللي هو مدينة شرم الشيخ. يبقى أول فكرة، استيقظ بكار إمتى؟ مبكرا قبل ما تشرق الشمس. طب قال إيه لبساط الريح؟ برافو، أيها الصديق العزيز، أريد أن أزور أرض الفيروز. في مشكلة في الفكرة دي؟ سهلة. طيب الفكرة التانية، أهم معالم وآثار أرض الفيروز. الفكرة دي هنطلع منها 3 أسئلة، 3 أسئلة زي ما انتوا شايفين. أول سؤال، هو أصلا يعني إيه أرض الفيروز؟ ده سؤال. تاني سؤال، إيه أهم معالم وآثار شبه جزيرة سيناء؟ تالت سؤال، ما آثار أرض الفيروز؟ أول سؤال، ما المقصود بأرض الفيروز؟ يعني إيه أرض الفيروز؟ أرض الفيروز هي شبه جزيرة سيناء الحبيبة، هي جزء من سيناء. يبقى ما المقصود بأرض الفيروز؟ برافو، هي شبه جزيرة سيناء الحبيبة. طب انت قلت لي يا ميس في معالم في آثار، ايه معالم سيناء؟ معالم سيناء 3 زي ما انا عاملة عندكم في الأسهم. أول حاجة، محمية رأس محمد. 2، حمام فرعون. 3، عيون موسى. يبقى المعالم 3، محمية رأس محمد، حمام فرعون، عيون موسى. طيب ما آثار شبه جزيرة سيناء اللي هي أرض الفيروز؟ آثارها 3، 1، قلعة العريش. 2، جبل موسى. 3، دير سانت كاترين. يبقى الآثار كام؟ 3. آه يا ميس، يعني المعالم 3 والآثار 3. آه، الآثار قلعة وجبل ودير، قلعة العريش، جبل موسى، دير سانت كاترين. المعالم محمية، حمام، عيون. محمية رأس محمد، حمام فرعون، عيون موسى. دي كده أول فكرتين في الدرس، تمام؟ يبقى أول فكرة، بكار يريد أن يزور أرض الفيروز، فيها سؤالين. 2، أهم معالم وآثار أرض الفيروز، العنوان منه طلعنا 3 أسئلة. ما المقصود بأرض الفيروز؟ ما أهم معالم شبه جزيرة سيناء؟ ما هي آثار أرض الفيروز؟ يبقى العنوان طلعنا منه 3 أسئلة. تالت فكرة بعنوان شرم الشيخ مدينة السلام، لقبت بمدينة السلام، يبقى هي شبه جزيرة سيناء ومدينة السلام. الفكرة دي فيها بالظبط 3 أسئلة. أول سؤال، أين قرأ بكار عن مدينة شرم الشيخ؟ فين يعني أين؟ دي بتسأل عن المكان. بكار قرأ عن مدينة شرم الشيخ في الإنترنت، في الإنترنت، سهلة، وهو بيتصفح الإنترنت عمل سيرش وقرأ عن مدينة السلام. طيب ماذا أطلقت منظمة اليونسكو على شرم الشيخ؟ قالت عليها إيه؟ لقبتها بإيه؟
قالت عليها مدينة السلام. لماذا؟ واي؟ السبب؟ لأن عقد بها مؤتمرات واجتماعات كثيرة عن السلام العادل بين الدول. طيب الفكرة الرابعة، في شرم الشيخ شواطئ ومحميات. طيب ماذا تضم المحميات الطبيعية؟ المحميات الطبيعية دي بتحفظ الحاجات النادرة، فيها حيوانات وطيور ونباتات متنوعة الأشكال والألوان. الفكرة الخامسة، السائحين بيتوافدوا بيجوا على مدينة شرم الشيخ. أول سؤال، ليه بيجوا شرم الشيخ بيتوافدوا عليها؟ للتمتع بالرياضات المائية. طب إيه هي الرياضات المائية؟ غوص وتزلج اللي هي التزحلق. السؤال الثالث، بما يستمتع السياح في شرم الشيخ؟ لما بيجوا شرم الشيخ بيستمتعوا بإيه؟ إيه الأماكن اللي بيروحوها؟ كتير، قرى سياحية، فنادق، مقاهي، مطاعم. يبقى الورقة دي لخصت ثلاث أفكار شرم الشيخ مدينة السلام، وقلنا طلعنا منها ثلاث أسئلة، شواطئ شرم الشيخ ومحميتها، وقلنا المحميات دي فيها إيه. خامس فكرة، ليه السياح بيجوا شرم الشيخ، وإيه أنواع الرياضات المائية، وبيستمتعوا بإيه. وبكده سنة رابعة يكون الدرس خلص، ذاكروه، وبعد ما تذاكروه لو في أي مشكلة اسألوني، وحلوا أسئلة كتاب المدرسة والبوكلت. وبعد ما تحلوا البوكلت هتبعتهولي وأنا هبعت الإجابات النموذجية. مع السلامة يا سنة رابعة، باي.